السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا شرح مفصل لأجهزة القهوة من ديلونجي اللي بتعمل بنظام البن الحبوب الفريش. بتطحن أي نوع بن حبوب وبتحضر لك 11 نوع من المشروبات، والمطحنة مدمجة ب 13 خيار لمستوى درجة الطحن. إذا خلص عليك البن الحبوب عندك خيار للبن المطحون تقدر تستخدمه كمان. طبعا هذا الجهاز بيحضر لك 11 نوع بضغطة زر واحدة فقط، زي هي اسبريسو، دبل شوت اسبريسو، قهوة أمريكية، والبخار. هذا البخار تقدر تعمل فيه أي مشروب آخر غير موجود في القائمة، زي الموكا والهوت شوكليت. الموية الحارة إذا بغيت تسوي شاهي عندك اللاتيه، الفلات وايت، والكابتشينو. الميلك منيو هنا بيندرج ثلاثة خيارات اللي هو حليب ساخن وكافي لاتيه واسبريسو ميكاتو. بالإضافة لذلك إنك تقدر تتحكم بمستوى درجة تركيز البن اللي راح ينطحن في الفنجان الواحد. عندك خمس مستويات، تبدأ من إكسترا مايلد اللي هو 3 جرام خفيف جدا، ومايلد تيست 5 جرام، وستاندرد تيست 7 جرام، سترونج تيست 10 جرام، وإكسترا سترونج 14 جرام. لما تضغط الدبل شوت هذا بيطحن لك دبل الكمية، فتقدر تحضر كوبين في نفس مستوى التركيز ونفس مستوى الموية في كل فنجان. عندك برضو خمس مستويات تقدر تحدد مستويات الموية في الفنجان في الإسبريسو فقط. علبة الحليب طبعا تستخدم لها اي حليب سائل يكون فريش، فيها ثلاث مستويات للرغوة، رغوة كثيفة جدا، رغوة وسط، ورغوة خفيف. بعد ما تخلص من استخدام الحليب اذا عبيتها فل استخدمت النص، تقدر تنظفها من الزر هذا وتخلص تحطها في الثلاجة تستخدمها المرة الثانية. عندك ساعة الموية تاخذ لترين موية، لتر حليب، 400 جرام بن حبوب. الكيلو الواحد من البن تقدر تعمل عليه 142 كاسة، يعني تكلفة الكاسة الواحدة اللي راح تطلع لك من الجهاز هذا ما تقارب اللي هو نص ريال فقط. طبعا تقدر تحطها اللي عنده في المكتب، يقدر يحط لها وقت تشتغل فيه، وقت تفصل فيه، يقدر يشوف كم كاسة قد عمل الجهاز هذا من اول ما يشتغل لين دحين. عندك هنا اللي هو اوتو ادجست تايم، تقدر تحط وقت في الجهاز هذا، اوتو اوف للي بيحطها في المكتب وقت تشتغل فيه، فور اكزامبل يعني اللي بيحطها تشتغل الساعة 7 تفصل الساعة 9 حاجة زي كذا. عندك اللي هو سخان علوي تسخين الأكواب اللي بتحط فيها الأكواب القزاز عشان يسخنها. ميزة السخان هذا إذا أنت في غرفة باردة والكاسة القزاز تكون باردة تحط فيها الإسبريسو فراح يفقد معاك الحرارة بسرعة، عشان كذا لما تكون الكاسة دافية فالإسبريسو ما يفقد معاك الحرارة بسرعة. عندك إنرجي سيفينج اللي هو توفير الطاقة، والسيت تمبريتشر أربع مستويات لدرجة الحرارة، الووتر هاردنس صلابة الموية فتختلف هذه من بلد لآخر، سيت لانجويج فيها جميع اللغات ما عدا اللغة العربية، هذه إعادة ضبط المصنع. وعندك الاستيتيشن بتعمل لك إحصائية لعدد الأكواب اللي قاعد يعملها الجهاز هذا من أول ما اشتغلت عليها في البداية لين دحين، اللي هو 2369 كاسة كوفي اللي هو كاسة من مشروب من غير حليب. عندك 888 أي كاسة بحليب سواء كابتشينو أو لاتيه أو فلات وايت أو ميكاتو. عندك 287 كاسة موية حارة، عندك البزبوز هذا تستخدمه في المويه الحاره اذا بغيت تسوي شاهي، او في البخار اذا تطبخ الحليب خارجي في الموكا او الهوت شوكليت. وعندك اتغسلت مره واحده، طبعا هذه الصيانه الدوريه فاي شخص يقدر يعملها في البيت عنده بكل سهوله عن طريق حمض الستريك، بتحطه مع المويه وتشغلها عندك في البيت. طبعا الجهاز هذا رقم واحد في العالم في مكان تحضير الاسبريسو، شركه ديلونجي هي الشركه الام لكينود براون، وعليها ضمان 3 سنوات من احمد عبد الواحد. طبعا هي الجهاز هذا بيغسل نفسه اوتوماتيك اول ما يشتغل واول ما يفصل ما في اي مشاكل، بس عندك الجزء هذا فقط اللي بيتغسل يوميا بعد ما يتعبى بتجيك رسالة هنا لإفراغه. وبتختلف أسعارها من جهاز لآخر، عندنا 3 موديلات من الموديلات الجديدة اللي هي بتعمل بنظام اللاتيه كريما سيستم، الرغوة الكريمية تعتبر آخر تكنولوجيا في تحضير القهوة. عندك الموديل هذا اللي هو إليتا كابتشينو توب، وفي عندك البريمودونا إكس إس، وفي البريمودونا إس، وهذا البريمودونا إس، كلها بتطحن وكلها بتعمل بنفس المواصفات بس اختلاف في الديزاين.